هو فعلا في تعويم جديد للجنيه، وهل الدولار ممكن يوصل ل 55 جنيه؟ وامتى الكلام ده يحصل؟ وليه اصلا رجع الكلام تاني عن التعويم؟ هنعرف كل ده واكتر، ولكن بعد الفاصل، فتابعوا معانا الفيديو للاخر. بانكير نبض البنوك. في الأيام الأخيرة رجع الكلام مرة تانية وبقوة عن تعويم الجنيه المصري أو تخفيض لقيمة العملة المصرية. في ناس كتير الحقيقة معرفش جابوا معلوماتهم دي منين، كانوا بيقولوا إن التعويم هيحصل خلال ساعات. فهل فعلا في تعويم جديد؟ لو حضراتكم فاكرين من فترة قريبة الرئيس السيسي طلع بنفسه واتكلم عن مرونة سعر الصرف، وقال إن مصر الحقيقة بتطبق سعر صرف مرن بالفعل. لكن لو مرونة سعر الصرف هتأثر على حياة الناس وحياة المصريين بشكل عام، مش هنخفض قيمة الجنيه أو العملة المصرية حتى لو كان ده بيتعارض مع شروط صندوق النقد الدولي. كلام فخامة الرئيس السيسي كان ليه تداعيات كبيرة على السوق السوداء للدولار، وسعر العملة الأمريكية انخفض مرة تانية بقوة ونزل من 41 جنيه إلى مستويات 36 و 38 جنيه. فهل فعلا البلد ممكن يحصل فيها تعويم على المدى القريب هتنهار فيها السوق السوداء بالشكل ده؟ مش بس كده، معظم تقارير مؤسسات التمويل الدولية بتقول إن مصر مش هتخفض قيمة الجنيه أو العملة المصرية من جديد على الأقل لغاية شهر سبتمبر، وشايفة إن الاقتصاد المصري بيتحسن ومصادر الدولار بتشهد نمو، وكمان الضغط على الاحتياط النقدي بيقل. يعني من الآخر على الأقل لغاية شهر سبتمبر مفيش تعويم، والحقيقة مش هيكون في خفض لقيمة الجنيه، وده لأن الحكومة المصرية شايفة إن المرات اللي فاتت لما خفضت قيمة العملة كان الهدف الرئيسي هو خفض معدلات التضخم، وده طبعا ما حصلش. بالعكس كمان تكلفة قيمة الديون زادت، وبالتالي الدولة شغالة حاليا على تعظيم موارد مصر من الدولار، لأن كل ما المعروض من العملة زاد كل ما سعر الجنيه هيرتفع والدولار هينزل. كنت معاكم من بنكير، أنا عبد المنعم إبراهيم، وإلى اللقاء. بنكير نبض البنوك.